كان هناك شاب اسمه مروان، فقير ليس لديه عمل أو مال. كل يوم يذهب إلى السوق من أجل البحث عن عمل مناسب له. وذات يوم كان يجلس بجانب مجموعة من الشبان ينتظروا عملا مناسب لهم. جاءت سيارة فخمة نزل منها رجل ثري وغني. هرب كل الشباب منه فورا إلا مروان الذي استغرب هرب الشباب. عرض الثري عليه العمل فذهب معه فأخذه إلى قصر جميل وفخم وأطعمه بشكل جيد، وظل يوم كامل في راحة وسعادة قبل العمل في اليوم التالي. رأته بنت الرجل اسمها أمل وأعجبت به وأحبته كثيرا، وأعطته قبل نومه حجرا من الذهب وحجر من الصوان، وأخبرته إنه سيحتاج لهما ذات يوم. قام الرجل بعدها بإعطائه كوبا من المياه قبل نومه، ولكن كان به منوم ولم يعلم الشاب هذا الأمر، مما جعله يتناوله وينام. بعدها استيقظ في صباح اليوم التالي فوجد نفسه داخل فراء خروف وعلى رأسه غرابين يتناول الخروف وهو في أعلى جبل من الذهب. فهم فورا الشاب. إن الرجل أثناء نومه قام بذبح الخروف ووضع الشاب داخل فراء الخروف، ولكن لم يعلم السبب. خاف الشاب كثيرا وطلب مساعدة الرجل، ولكن الرجل أخبره أن يقوم بجمع الذهب كله من الجبل وإلقائه له حتى ينقذه، وبالفعل قام بهذا. ولكن أخبره الرجل الغني إنه لن ينقذه وسوف يموت مثل ما حدث لمن هم قبله. لم يعرف الشاب كيف يتصرف، فهو سيموت في الحالتين، إما سيموت من الغربان التي ستتناوله أو يلقي بنفسه من فوق الجبل ويموت أيضا. فتذكر الأحجار التي أعطتها له ابنة التاجر وقام بحكها معا. خرج منها مارد وأخبره أن يتمنى أمنية ليحققها له. تمنى الشاب الإنقاذ من هنا، بالفعل أنقذه المارد وتمكن من العودة لمكانه مرة أخرى. وفي صباح اليوم التالي قرر الشاب الانتقام من التاجر، فكرر ما قام به في اليوم التالي صباحا، حيث ذهب مع الثري مرة أخرى للعمل. ولحسن الحظ كان التاجر غير متذكرا الشاب، لأنه تأكد من إنه سيموت مثل من قبله واعتقد إنه شاب آخر جديد. كرر الرجل ما فعله معه من قبل، وكان الشاب متماشيا معه في كل الأمور، ولكن عند تناول المياه جعل الشاب التاجر يتناولها كلها. وفي الصباح فعل كل ما فعله به سابقا، ونجح الشاب في الحصول على كل الذهب مقابل حياة الرجل الثري، ولكنه تركه أيضا في أعلى الجبل حيث تناوله الغربان لأنه لم يتمكن من إنقاذ نفسه وتوفى. ذهب الشاب وترك الثري متوفيا، وتزوج من ابنة التاجر التي أخذت كل أموال والدها، وهو حصل على كل الذهب. وأحضر مروان أهله للعيش في القصر الذهبي المميز. لا تخرج دون أن تضع بصمتك هنا بالصلاة على الحبيب محمد، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه 10.